السلام عليكم. اليوم موضوعنا عن الفاسكولار تيريتوريز اوف ذا برين. عندنا هاي صوره توضح لنا جميع الفاسكولار تيريتوريز اوف ذا برين. الارتيريال سبلاي اوف ذا سي ان اس نقسمها الى انتيريور سيركيليشن اللي هي تشمل لنا الانترنال كاروتيد اند اتس برانشز. الاتس برانشز عندنا هنا تو مين برانش اللي هي انتيريور سيربرال ارتري وميديال سيربرال ارتري. والبوستيريور سيركيليشن تشمل لنا البيزيلر ارتري اند اتس برانشز. والكونكشن بين التو سيركيليشن هي السيركل اوف فيرس عن طريق الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري والبوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري يقسم الى 7 سيجمنت. السي 1 هي سيرفايكال سيجمنت ما مشغوله بموضوعنا اليوم. السيجمنت الثانيه هي البترس سيجمنت. ال C2 تكون within the vitreous bone. Within the vitreous bone. ال lateral segment عندنا الفورامن lacerum ويكون vertical course مالته اللي هي هاي. ال cavernous segment اللي تكون with cavernous sinus وتكون horizontal course مالته. الكلينويد segment C5 medial to anterior clinoid يكون ميديال للانتيرير كلينويد بروسيس. الاوبثالميك سيجمنت تكون هي بالروف مال من مال الكافيرنوس ساينس وبها بتعطينا برانش مهم هو الاوبثالميك ارتري. التيرمينال سيجمنت السي 7 بالاوريجن اوف البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري يكون فيرتيكال وعندنا تو برانش مهمات تعطينا الانتيرير كورويدال ارتري والبوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. عندنا هاي صورة توضح لنا الان السيجمنت اوف انترنال كاروتيد ارتري هاي السي 1 هذا عندنا السي 2 انه راح تصير عندنا هذا اللاسيرم سيجمنت وعندنا هذا الفور الكلينويد وعندنا الاوبثالميك والتيرمينال سيجمنت. من اهم شيء احنا نشوف يعني السيركيليشن اوف ذا برين نحتاج MRA و CT NGO. الـ MRA نقدر نسويها 3D نشوف بها الـ circulation بصورة واضحة. عندنا هنا هذا الـ internal carotid artery راح ينقسم لنا laterally إلى middle meningeal وميديالي للـ anterior cerebral. وعندنا الـ two vertebral connect وتسوي لنا الـ basilar artery. الـ basilar يعطينا أهم شيء هو يعطينا الـ posterior cerebral artery. أهمية الـ 3D طبعاً نقدر نشوف فيها الـ aneurysm, site of aneurysm, أو stenosis أو any pathology. عندنا الـ internal intracranial internal carotid artery إن الـ vitreous segment تكون within the vitreous bone اللي هي هاي. الـ cavernous segment تكون at paracellular area وتكون هي الانفيريور 1. نحن عندنا طبعا سكشن راح نطلع عن بي التو سيجمنت اوف ذا انترنال كاروتيد. الانفيريور 1 اللي هو يكون الكافيرنس سيجمنت والسوبيريور 1 اللي هو يكون الاوبثالميك سيجمنت اللي هي هم يكون باراسيلر بس يكون سوبيريور. الانتراكرانيال تيرمينال سيجمنت اللي هي تكون below the anterior perforating substance وتكتوينا على two branches. طبعا هنا نقدر نشوف انه هذا terminal segment وهاي two branches مالات. اهميه ال segment وهاي الاماكن نقسمها على مود نحدد بالضبط the site of any pathology. مثلا عندنا هسه احنا هذا pathology aneurysm بالسيجمنت سي 7 لان هذا عندنا تيرمينال سيجمنت راح ينقسم الى اثنين. فهذا انه اهم شيء نحدد احنا السايت مال من مال باثولوجي ننطي السيجمنت بالضبط وين يكون. اهميته للانترفنشنال للسيرجن انه نحدد مكانه بالضبط وين يصير. عندنا الانتيريور سيربرال ارتري انقسم الى 3 سيجمنت من السايت مالته. عندنا الاي 1 سيجمنت اللي يكون هو ميديالي من السايت اوف برانشينج يكون ميديالي يروح ميديالي يسمونه A1 سيجمنت. عندنا A2 سيجمنت يكون فيرتيكالي من البتم اوف الانترنال هيمسفيريك فيتشر ويوصل لحد الجينو مال الكوربس كالوزم. الديستال A3 سيجمنت يعطينا يكون على الكوربس كالوزم يعطينا تو برانش مهمات اللي هي
كولوزو مارجينال والبريكولوزال اللي هو هذا اللي بالضبط، هذا البريكولوزال وهذا كولوزو مارجينال. الانتيريور سيريبرال ارتري نقدر نشوفه هماتين بالانجيو، عندنا هذا احنا الانتيريور سيريبرال، الميديال هذا الاي 1، الاي 2 يكون فيرتيكال يوصل لحد الكوربس كالوزوم، من الكوربس كالوزوم راح يعطينا تو برانش اللي هي بريكولوزال والكولوزو مارجينال. الاي 1 سيجمنت نقدر نشوفه بال هوريزونتالي من السايت اوف برانشينج، نقدر هذا نقول هذا الاي 1 سيجمنت، ويكون نقدر نشوفه بالاكسيال اي 1. والاي 2 سيجمنت يكون فيرتيكال يوصل للكوربس كالوزوم اللي هو هذا وينه، هذا الاي 2 سيجمنت. الاي 3 سيجمنت هماتين يكون نقدر نشوفه بالاكسيال، هذا يكون ابوف الكوربس كالوزوم يعطينا البريكولوزال اند الكولوزو مارجينال. اهميتها هذا نقدر نشوف الفاسكولار تريتوريز مال كل ارتري. مثلا احنا عندنا هسه الانتيريور سيربرال ارتري اللي يعطينا الميديال مال الفرونتال اند بارايتال اند بارت من الاوكسيبيتال اولسو، يكون الميديال سايت. طبعا عندنا هنا سايت مال من مال انفاركشن، طبعا هيك نقدر نقول عليه رايت رايت فرونتال اند بارايتال انفاركشن، او نقدر نقول عليه انتيريور سيربرال ارتري تريتوريز. الميديال سيربرال ارتري هم يقسم الى سيجمنت نقدر نعرفها هماتين عن طريق الاناتومي مالته. اول ما يطلع لنا يكون الانتيريور الميديال سيربرال ارتري يكون لاترال بالدايركشن مالته، الام 1 اللي هو هذا يكون هوريزونتالي، زين هوريزونتالي من يوصل السيريفيان فيشر يكون عندنا الام 2 يصيحوا له الانسولار لان يكون بالانسولا، والام 3 يكون اوربيكولار بالاوربيكولار جراي ماتر، والام 4 يكون اوتسايد على الكورتكس مال البرين. ايضا نقدر نشوفه بال 3 دي سي تي ان، كان ان جي او ام ام ار اي، نشوف هذا السايت اوف برانشينج يكون الام 1 تول يوصل لحد ما يوصل السيليفيان فيشر، هذا ام 1 من يوصل السيليفيان فيشر بالانسولا يصيحوا له هذا الام 2، من يصير بالاوربيكولار اريا يصيحوا له الام 3، ومن يطلع خارج على الكورتكس يصير الام 4. الام 1 سيجمنت نقدر نشوفه يكون ران هوريزونتالي اند لاترالي، هذا الام 1 سيجمنت اللي هو هذا قبل لا يوصل السيليفيان فيشر. الام 2 يكون هو من يوصل السيليفيان فيشر يصير هذا الام 2 اللي هو نفسه هنا طبعا، هذا يصير الام 2. الام 3 الام 3 من يطلع من السيليفيان فيشر راح يكون بالاوربيكولار اريا، فهذا يصيح له ام 3، والام 4 يكون اوتسايد على الكورتكس. ايضا اهميته ان نعرف انه هذا الفاسكولار تريتوريز اوف ذا البرين. طبعا الميديال سيربرال ارتري يعطينا الكل اللاترال تقريبا مال البرين اللي هي من الفرونتال للبارايتال ايضا للتمبرال، فمن نشوف هيك انفاركشن نقول عليه هذا فاسكولار تريتوريز اوف ميدل سيربرال ارتري سواء هنا او هنا. عندنا البيزال جانجليا طبعا تكون هي عباره عن تو ارتري اللي هي قسم من عندها من الانتيريور سيربرال ارتري وقسم من عندها من الميدل سيربرال ارتري. اللي عندنا احنا 3 ارتريز يطون للبيزال جانجليا، الميديال لينتيكولار لينتيكولوستريت ارتري يجينا من الانتيريور سيربرال ارتري ويعطينا للجلوبوس بالودس اند الميديال بورشن اوف بوتامين، واللاترال لينتيكولوستريت ارتري يجينا من الميدل سيربرال ارتري ويعطينا لللاترال مال البوتامين، وعندنا الريكيرنت هوبنر الريكيرنت ارتري اوف هوبنر يعطينا المال للكوديت نيوكليوس. هاي الانتيريور سيركيليشن، عندنا البوستيريور سيركيليشن تشمل لنا اللي هي البرانشز من الفيرتبرال والبيزيلر. طبعا الفيرتبرال هم يقسم الى سيجمنت، الفيرتبرال انقسم ايضا الى فور سيجمنت، اكسترا اوسياس اللي هي يكون من السبكليفيان واباف سي 6، والفورامينال اللي هي من السي 1 للسي 6، والاكسترا سباينال
وعندنا انتراديورال. الانتراديورال يعطينا برانش مهم هو البايكا، اللي يعطينا البايكا يعطينا موست اوف ذا سيريبيلم، يعطيها فاسكولار. عندنا طبعا تو فيرتبرال ارتري، تو فيرتبرال ارتري ميت تساوي لنا البيزيلر، والبيزيلر راح يعطينا البوستيريور سيريبرال. اللي عندنا الفيرتبرال قلنا اهم شيء انه البرانش المهم اللي يطلع من عنده هو البايكي، اللي هو بوستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري. الفيرتبرال بيزيلر سيستم عندنا الانتراديورال، انتراديورال اللي هو الفي 4 نقدر نشوفه بالسي بي انجل، يكون تو ارتريز ويكون واضحات بالسي بي انجل. وعندنا البيزيلر ارتري يكون وذ بري بونتاين سيستم، اللي هو هذا وين يكون بالبري بونتاين سيستم. البوستيريور سيركوليشن يصير عندنا بها انيوريزم، اللي هو يكون 10% من الانيوريزم مال البادي، والموست كومن سايت مالته هو التيب مال البيزيلر ارتري. ايضا عندنا الفاسكولار تيريتوريز اوف بوستيريور سيركوليشن اوف ذا برين. البايكي يعطينا الموست اوف ذا انفيريور اوف سيريبيلم، والاي كي يعطينا اللاترال اوف انفيريور للسيريبيلم، والسوبيريور سيريبيلر ارتري يعطينا موست اوف سوبيريور. عندنا طبعا المدلو اوبلينجاتا يعطيها هو الانتيريور سيريبرال بارت، من عندها يعطي الانتيريور سيريبرال ارتري. هنا نقدر نشوفها واضحه بشكل واضح انه هذا فاسكولار انفاركشن اوف فاسكولار تيريتوريز اوف ذا بايكي، وهذا عندنا هنا فاسكولار تيريتوريز اوف ذا اي كي، وهذا عندنا ايضا شويه بارت اللي يكون سوبيريور، فهذا يكون عندنا السوبيريور سيربلر ارتري. البوستيريور سيربرال ارتري هم يقسم الى فور سيجمنت، يعني اكوردنج تو سايت اون سيستم. يعني البي 1 سيجمنت يكون وذ انتر بنديكولار سيستم، والبي 2 يكون وذ امبيانت سيستم، والبي 3 وذ كوادريمجمنال سيستم، والبي 4 يصير له كالكراين ارتري يكون وذ كالكراين فيشر. احنا هم بالانجيو نقدر نشوف البوستيريور سيربرال ارتري من السايت مال افتر بيزيلر ارتري، يكون اللي يكون هو هذا وينه. طبعا هذا البرانش الصغير هو سوبيريور سيربلر ارتري، وهذا نيت تو برانش اوف بوستيريور سيربرال البي 1 نقدر نشوفه ايضا بالهذا بالاكسيال، يكون قلنا انتر بنديكولار سيجمنت، والبي 2 بالامبيانت اللي هو هذا وينه، يكون بالامبيانت سيستم، والبي 3 والبي 4 نقدر قلنا البي 4 اللي هو الكالكراين يكون ويذن ذا برين، يعني بالكالكراين ساركاس، وعندنا البي 3 كوادريجمينال سيستم اللي هم ذول. ايضا نقدر احنا نستفاد من عندها نشوف التريتوريز مالته اوف ذا برين، على نحدد بها سايت اوف انفاركشن بالضبط وين يكون. طبعا هسه هذا عندنا سايت فاسكولار، هذا عندنا انفاركشن، نقول بوستيريور سيربرال تريتوريز بوستيريور سيربرال ارتري تريتوريز انفاركشن. البرين ستيم، البرين ستيم يكون هو عباره عن البوستيريور سيركوليشن، هي المين سبلاي مالته، اللي تشمل ان الميد برين طبعا يكون عن طريق البيزيلر ارتري والسوبيريور سيربرال ارتري والبوستيريور والسوبيريور سيربلر ارتري. البونز الميديال برانش اوف سوبيريور سيربلر ارتري والبيزيلر ارتري، عدا الميدولا يجينها برانش اللي هو منين، يجيها من السباين يسمونها انتيريور سباينال ارتري. اكو يسمونها الووتر شيد زون، تقسم الى اثنين، كورتيكال بوردر زون والانترنال بوردر زون. الووتر شيد زون هي اريا بتوين تو تيريتوريز اوف ذا ميجر فيزل، يعني بتوين الانتيريور سيربرال والميدل سيربرال والبوستيريور سيربرال والميدل سيربرال، وعندنا اريا هي الانترنال اللي تكون داخل ديب للوايت ماتر، وهاي همتين سايت مهم مال انفاركشن، فنقدر نقول عليها نعتمد عليها من على السايت مالتها. اذا كان كورتيكال بتوين two territories of the brain of major of the brain يكون عندنا نقدر نحددها cortical، عندنا two area وعندنا deep اللي هي internal border internal border zone. The circle of Willis
سيركل وول اوف اليست تسوي لنا كونكشن بين تو سيركوليشن الانتيرير اند بوستيرير. اهميتها انه اذا صار عندنا سايت اوف انفاركشن نقدر نعوضه عن طريق هاي السيركل، فراح يكون عندنا دائما اكو سبلاي. السيركل تتكون لنا من تنز ارتري، تو انترنال كاروتيد، وتو انتيرير سيربرال، وتو بوستيرير كوميونيكيتنج ارتري، وتو بوستيرير سيربلر. عندنا 1 هو البيزلر ارتري، وعندنا 1 انتيرير كوميونيكيتنج اللي هو هذا عندنا الانتيرير كوميونيكيتنج، وذن التو بوستيرير كوميونيكيتنج، وعندنا هذا الانترنال كاروتيد وهذا انترنال كاروتيد، وعندنا هذا انتيرير سيربرال وهذا انتيرير سيربرال، وهذا البيزلر، وذن 2 عندنا بوستيرير سيربلر بوستيرير سيربرال ارتري. اهميتها نقدر هماتين نشوفها بالانجيو. عندنا طبعا السيركل تكون واضحه، اهم شيء نقدر نشوف احنا سيركل اوف ويلس الكوميونيكيشن اللي هي يكون 1 انتيرير كوميونيكيتنج بين التو سيربرال تو انتيرير سيربرال، وعندنا 2 بوستيرير سيربلر بوستيرير بوستيرير كوميونيكيتنج ارتري تربط لنا البوستيرير سيربرال بالانترنال كاروتيد. الانتيرير سيركوليشن يكون بها الانيوريزم هو الموست كومن، وموست كومن سايت له يكون بالمنطقه اللي هي الاوف برانشنج اللي يكون بها الفيزول ويك بالانتيرير سيربرال ارتري، وبالسايت مال من مال الانتيرير كوميونيكيتنج ارتري يكون 30-40% الموست كومن سايت. يعني اذا نريد ندور بالانتيرير سيركوليشن سايت اوف انيوريزم يكون موست كومن سايت هو. عندنا فايريشن يكون البوستيرير سيربرال ارتري ما يطلع لنا من البيزلر ارتري، يطلع لنا من الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو سهله بيرزستنت فيتال بوستيرير سيربرال ارتري اللي هو هذا. هسه احنا هذا تو فيرتبرال، وعندنا هذا البيزلر ومقطوع ما جاي عندنا بعد ما طالع البوستيرير سيربرال. البوستيرير سيربرال هو هذا النازل اللي طالع لنا من الانترنال كاروتيد، يعني مثل الفيتس. الفيتس يكون المين سيركوليشن مالته من الانترنال كاروتيد، ما عنده من الفيرتبرال والبيزلر ارتري. هذا الارتريال خلاص، مع الارتريال سيركوليشن خلاص. عندنا الفينوس سيستم ايضا. الفينوس سيستم يقسم الى ديورال وسير ديورال فينوس ساينسز وسيربرال فين، راح نشرحها مادي. الديورال فينوس ساينسز نقسمها الى سوبيريور، نقسمها الى سوبيريور ساجيتال ساينس اللي يكون عليه من على السوبيريور مارجن اوف فاكس سيربري، زين ان تيرمينيت بالكونفلوينس وذ اذر ساينسز. وعندنا الانفيريور ساجيتال ساينس اللي هو هذا يكون بالفري مارجن مال الفالكس سيربري. وعندنا الستريت ساينس اللي يتكون منين، يتكون من الاتحاد مال الفين اوف جالين، يتكون لنا اياه ويل الانفيريور ساجيتال ساينس يكون لنا الستريت ساينس. السوبيريور ساجيتال ساينس يتحد لنا ويا الستريت ساينس بالهاي سحله الكونفلوينس او سحله تروكيليا هيروفيلاي. طبعا وراها راح يصير عندنا الترانسفيرس ساينس اللي يكون اللاترال ساينس يصيحوا له ايضا، وعندنا السيجمويد اللي ياخذ اس شيب ويطلع لنا من يكون لنا الانترنال كاروتيد الانترنال جيجلر فين. طبعا اكو هنا ساينس صغير يصيحوا له الاوكسيبيتال ساينس، هذا طبعا ما ينبين بالامجنج دائما. نقدر ايضا نشوفها بالام ار في، نقدر نشوف الساينسز واضحه كلها. طبعا هذا يكون السوبيريور ساجيتال ساينس، وهاي الكونفلوينس اوف ساينسز، هذا عندنا طبعا الترانسفيرس، وهذا الستريت، وهذا الفين اوف جالين، وهذا جريت سيربرال فين، وهذا قلنا ترانسفيرس، وهذا السيجمويد، وهذا الانترنال جيجلر. الساينسز نقدر نشوفها عن طريق الام ار في، وايضا نقدر نسويها 3D على مود نشوف السايت مال يصير بها ايضا ثرومبوسيس، فنقدر نشوف عليها اذا اكو اني باثولوجي اني فيريانت نقدر نشوفها. طبعا هذا السوبيريور ساجيتال ساينس، وهذا الكونفلوينس، وهذا الترانسفيرس، وهذا السيجمويد، وهذا الانترنال جيجلر. الديورال ساينسز نقدر نشوفها ايضا بالاكزيال وبالكورونا وبالميدساجيتال. بالميدساجيتال نقدر نشوفها واضحه انه هذا السوبيريور ساجيتال ساينس، بس اذا عندنا باثولوجي لازم نشوفه بالكورونال او الاكزيال، لان اذا اكو فيلنج ديفكت صغير
ما راح نقدر نشوفه، احنا راح ناخذ سكشن فما ممكن نشوفه واضح وما نقدر نحكم عليه اكو فولينج ديفكت، فلازم نشوفه بالاكزيال او الكورونال يكون اوضح. عندنا هذا الترانسفيرس ساينس ايضا واضح. اهميته هذا انه نشوفه اللي بالاكزيال، قلنا اذا اكو فولينج ديفكت مثل هذا، هسه هذا اكو فولينج ديفكت بالسوبيريور ساجيتال ساينس، وهذا ايضا هنا اكو فولينج ديفكت نقدر نشوفه. من راح نسوي 3D راح يطلع لنا السايت بالضبط انه هذا المكان اللي بيه فولينج ديفكت ما راح يكون بيه، نقدر نشوف بيه نكمله سواء مقطوع من هنا وانقطع. الديورال ساينسز هاي خلصت ذنيت. اللي عندنا ساينس مهم اللي هو الانتيريور انفيريور جروب، الانتيريور انفيريور جروب ذيك اكسترنال هاي انفيريور. عندنا الكافيرنس ساينس والسوبيريور بتروزال ساينس والانفيريور بتروزال ساينس، وذني عندنا تو ساينسز بس الاكثر اهميه واللي هو الكمن المعروف احنا الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس طبعا يكون بالباراسيلر اريا تو ساينسز، وتحتوينا على الانترنال كاروتيد ارتري والفورنيوز اللي هي الثلاثة والأربعة والخمسة والستة. طبعا الكافيرنال ساينس تعطينا تو فينز اللي هي سوبيريور اند انفيريور اوبثالميك فين. بالفينوغرام نقدر هم نشوفها، طبعا هي مو دائما تبين، تكون باراسيلر اريا وهي ذني بالضبط يصير هاي وهاي وهاي ودن. الديورال ساينسز اهميتها الكافيرنس ساينس بالضبط اكو يصير بي ثرومبوسيس او يصير بي فيستولا. هسه احنا هذا عندنا الفولينج ديفكت هذا واضح هنا بالكافيرنس ساينس مسوي لنا اياه، فهذا يصير عندنا ثرومبوسيس. واذا صارت فيستولا ويا الانترنال كاروتيد هذا كاروتيد كافيرنس فيستولا راح تصير عندنا الاوبثالميك فين تصير كلش كبار ويكون وايد، وهاي تصير عندنا بحالات الانفكشن مال الاي. السيربرال فين يقسم هاي الى ايضا عندنا اكسترنال جروب اللي هي الكورتيكال فين، وعندنا اكو فينين مهمات لازم نعرفهن انه موجودات. عندنا الفين اوف تورلاند وفين اوف ليبي. الفين اوف تورلاند اللي هو يربط لنا بين السوبيريور ساجيتال ساينس والسوبرفيشيال ميدل سيربرال فين اللي هو هذا السوبرفيشيال ميدل سيربرال فين يكون بالسيليفيان فيشر بالسوبرفيشيال، واكو واحد ايضا يسمونه ديب ميدل سيربرال فين يكون بالديب يعني من الانترنال سايد مال السيليفيان فيشر. عندنا هذا الفين اوف تورلاند يربط لنا السوبيريور ساجيتال ساينس ويا هذا الفين، وعندنا ايضا الفين اوف ليبي يربط لنا نفس الشيء اللي نسوي لنا انستوموسيس ويا الترانسفيرس ساينس اللي هنا نقدر ايضا نشوفهم بالفينوغرام اللي هو هذا تورلاند وهذا فين اوف ليبي. اللي هو اكو بي سير بي انفاركشن مهم يعني من نلقى دائما يكون بوستيريور للسيليفيان فيشر انه نشيك انه اكو فينوس ترومبوسيس اللي هو هذا بالضبط هذا الموست كمان سايت اللي هو يكون بي انفاركشن. عندنا الانترنال سيربرال فين، عندنا فد فينين مهمات ايضا هنا الانترنال سيربرال فين ويامن ويا البيزل فين اوف روزنثال يتحدن ويكونون اللي هو يصيحوا له فين اوف جالن اللي هو هذا. يكون عندنا ايضا يصير بهم فينوس ثرومبوسيس، والفينوس ثرومبوسيس مال انترنال سيربرال فين يكون فشي واضح هذا انفاركشن اوف ذا ثالاميك بايلاترال، فنشك انه عندنا ثرومبوسيس بالانترنال سيربرال فين. وعندنا مال فورميشن يصير بالبيدياتريك اللي هي فين اوف جالن مال فورميشن يكون وايد ولارج. وهاي ذا الريفرنس. Thank you.